في تصريح خاص لتلفزيون المجلس أفاد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيس إن 600 مرافقة للطالبات باشرن عملهن بعد تأهيل الدفعة الأولى عبر برنامج تدريبي، موضحا أن دفعة ثانية تضم 500 مرافقة ستلتحق بالدورة التأهيلية الأسبوع القادم. أما بخصوص مرافقي الطلبة الذكور فأشار الغيس إلى استدعاء 150 مترشحا للوظيفة في انتظار قبولهم. تأهيل هذه الفئة طبعا دخلوا دورة تقريبا حوالي 600 مرافقة خلال أسبوعين الماضيين، وتم تسليمهم العمل. 2600 هذيل تم تدريبهم وتأهيلهم على من التعاون مع قطاع التنمية التربوية، إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية ببرنامج متكامل، وستكون هناك دورات لاحقة. هناك دورة أخرى حتكون إن شاء الله خلال الأسبوع القادم للدفعة الثانية، ما تقريبا حول 500 مرافقة سيلتحقون بهذه الدورة، ومن ثم يلتحقون بالعمل خلال الفترة القادمة. أما ما يتعلق بالمرافقين الطلبة الذكور، تم استدعائهم وتوفير لهم اللي تقدموا تقريبا حول 150 متقدم لهذه الوظيفة، وجاء حاليا جاري الإجراءات الرسمية من خلال إدارة الموارد البشرية. بدأنا في المرحلة الثانوية حسب الكثافات الطلابية، ومن ثم انتقلنا إلى المرحلة المتوسطة ثم الابتدائي. كون هذه المراحل الثلاثة التعليمية راح يكون التحقهم فيها مرافقين الطلبة، رعية فيها الكثافات الطلابية للطلبة والطالبات، رعية فيها طبعا احنا اخذنا بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية اعمار العاملين في هذه الوظيفة من 30 الى 45 سنة حتى يكونون لهم القدرة التعاون مع هذه الفئة.